الماركة اللي معنا اليوم هي أكثر ماركة انظلمت ببلدي، أكثر ماركة طلع عليها أمس الشعبية على سوق الأداء، مع أنه اللي بيعرف منيح مثلا اللي بيعرف بعالم الفورمولا 1 اللي هي سباقات السيارات الفئة الأولى بيعرف أنه هاي الماركة تحديدا سيطرت على هالبطولة لفترات طويلة من الزمن وما زالت متواجدة وعم تقدم محركات وسيارات قوية وحتى بعالم الراليات موجودة بقوة، يعني هي عاطية كتير محركات قوية، عاطية كتير سيارات قوية، ما بعرف ليش نحن دائما رابطينا بسوق الأداء. مع كل حال هاي الماركة كمان ما طولت لدخلت عالم السيارات الكهربائية، هي دخلت من زمان وحققت نجاحات كتير بهذا الموديل اللي معنا يا اليوم. ما حطول عليكم أكثر من هيك لأنه اليوم معنا رينو زوي زد إي وأنا باسم وهذا إي في بالعربي. استنوني لبعد الشارع نحكي أكثر عن رينو زوي. أول شيء حابب أحكي إنه رينو اسم كبير بعالم السيارات ورينو تابع لمجموعة نيسان. نيسان اللي كانت سباقة بدخول عالم السيارات الكهربائية عن طريق نيسان ليف، واللي بحب يشوف ريفيو عن هاي الحلقة بس ينقر اللينك. على كل حال يمكن النيسان دفعت شوي هيك رينو لتقدم سيارة كهربائية كمان بال 2012 قدمتنا رينو زوي. إذن هاي السيارة عمرها هلا أكثر من 9 سنين. رينو خلال هالفترة هاي طورت كتير برينو زوي. يمكن الشكل الخارجي ما زال بيشبه الشكل الأول اللي نزلت فيه، بس أكيد لتحت هذا الغطاء هون المحرك كتير تطور والبطارية صارت مداها أطول بكتير مثل ما حنشوف هلأ. أنا اليوم بحلقة خاصة معي الطرازين، الطراز الزين اللي هو الستاندر ليفل ومعي طراز الريفيرا اللي هو فول اوبشن، ولح نقارن بيناتهم ونشوف هل فينا نحن نكتفي بالطراز الستاندرد فينا نعيش معه وما عنا اي مشاكل لما نحن بحاجة للفول اوبشن كاملة. فحتكون هيك حلقة خاصة شوي مميزة فخليكم معي. Señor, car avec les soldats, il est toreros, peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats, le cirque. رينو زوي متوفر بثلاث طرازات، الستاندرد اللي هو الزين وعنا انتنسا، هذا الطراز هيك بيجي بالنص تقريبا بيناتهم، في اوبشن اكثر من الزين طبعا، وعنا الفول اوبشن اللي هو الريفيرا اللي هو مثل ما حكينا بيجي كامل مكمل. نحن حنقارن الطرازين اللي معنا. الفرق الرئيسي بيناتهم انه محرك الزين بيجي اصغر، بيجي 80 كيلو وات، بينما محرك الريفيرا بيجي المحرك الجديد اللي هو 100 كيلو وات. الشيء جيد رينو انه ما عامله فروقات بحجم البطاريه، حجم البطارية بطارية واحد اثنيناتهم 52 كيلو وات والمدى تقريبا اثنيناتهم واحد 385 كيلو متر تقريبا مثل محاكي الرينو. طبعا هاي بظروف قيادة مثالية، بالشتاء بتنزل القصة بحدود 270 كيلو متر بالشحنة الوحدة، مآخذ الشحن الاي سي وحدة بالاثنين، الدي سي بالاثنين، اذا حابين يكون عنا شحن سريع مآخذ الشحن سريع فلازم نطلبه طلب وندفع حقه وندفع مصاري زيادة عليه، وهو بيجي ماكسيموم 50 كيلو وات. من ناحية السعر، سعر رينو الزين الستاندر ببلش من 383,990 كروم بالسويد، بينما الريفيرا بتبلش من 420,990 كرون. من ناحية البريفات ليزين كمان حسب الرينو بتبلش السعر من 2690، بس أنا على مستوى الشخصي أنا أخذ رينو زوي زين وأخذتها ب 2490 ومن فترة قريبة، واللي هي هي حقيقة هي سيارتي الشخصية. يعني البريفات ليزين للريفيرا حسب الرينو كمان هو بيبلش من 3090 كرون، اذا انتم حابين ترفعوا حالكم اكثر. Apostrophe
إذا بدنا نحكي على التصميم، طبعا تصميم السيارة متطابق 100%. السيارتين بيجوا مع رينو ليد بيور لايت، الإضاءة فيها ليد حقيقة جميلة، مكان الشحن موجود دائما من الأمام من هون، وهذا الشيء جميل حقيقة، لأنه شفنا بسيارات الكهرباء اللي مكان شحنه من الأمام أحيانا عم يكون الحلول اللي عم يقدموها ما كتير حلوة وعم تاخد من جمالية الواجهة الأمامية للسيارة، فلأ هون رينو ملاقي حل مناسب. الفرق الأساسي إنه كلمة زوي هون مكتوبة بالأزرق، بينما بالستاندرد ليفل ما لها مكتوبة بالأزرق. عنا من تحت الشبكة التهوية تبع البطارية موجودة هون بس بلاستيك، بينما بالطراز الفول أوبشن شايفين إنه في عليها كروم، وطبعاً والفول أوبشن بيجي معه حساسات أمامية، بينما بالطراز الزين ما معه حساسات أمامية، وطبعاً بالفول أوبشن بيجي إضاءة ضباب وفي شوية كروم كمان حواليها، بعطي هيك لمسة جمال أحلى بشوي، ولكن فروقات ما لها ضخمة أبداً من ناحية التصميم الواجهة الأمامية للطرازين. التصميم الجانبي للرينو زوي تصميم حلو، ميني هاتشباك هيك انسيابي، ما في كتير تعقيد، في خطوط انسيابية، في عنا خط هون طالع ماشي مع الضوء الأمامي تقريبا واصل لعند الباب، وواحد تاني تقريبا من عند مسكة الباب الأولاني للآخير. الفرق الأساسي هون مثل ملاحظين بين الطراز الستاندرد وطراز الفول أوبشن هو الإطارات، هون بيجوا 15 إنش، والحقيقة بهذا الموديل اللي معنا هنن مانون جنوط كروم، فبينما بالفول أوبشن تجي 16 إنش، الباقي ما تبقى مثل بعض. المرايا بطراز الزين الستاندرد ما بينطو، المرايا بطراز الفول أوبشن بينطو. عنا شغلة هيك لاحظتها وما حبيتها كتير بالطرازين، هون رينو عاملين شمعات البواب مشان يكون لونها أسود، حاطين عليها ستيكرز سودا هيك خفيفة حقيقة، مثل ما بعرف ليش يعني تاركينها هيك مشان يعطوا إنه جمالية للمظهر، بس هو حقيقة يعني ممكن هيك بعض بإيدنا فخفيفة شوي. شغلة تانية إنه فتح الباب الخلفي هون ما في مسكة للباب، في هون عنا موجودة بالباب مثل حاملين مثل بصمة، قال نحط أصبعتنا هيك ونفتح الباب بهالطريقة يعني. بس بشكل عام مثل ما حكينا التصميم جذاب لطيف خفيف، وفروقات بسيطة ما كتير كبيرة بين الطرازين. تصميم المؤخرة تبع الزوي جميل مناسب لشكل العام مثل ما حكينا، كتير حبيت الإضاءة الخلفية هون، وكتير حبيت إشارة الاتجاهات اليمين واليسار، هذا الليد اللي بالنص جميل، هنك حتى حط كاتبين داخله إنه اسمه رينو إيج لايت ديزاين، ما في كتير تعقيد. بادج رينو اسم زوي زد اي إلكتريك مكتوبة هون، وبالأسفل في عنا طبعا بس الحساسات موجودة. الفرق بين الموديلين انه بالستاندرد معنا بس حساسات، بالفول اوبشن بيجي معنا حساسات اضافة لكاميرا خلفية. مساحة تخزين بالزوي مقارنة بمنافسين الحقيقة، اذا اعتبرنا انه مثلا هي عندها منافسين الهوندا اي والاوبل كورسا اي مثلا، ولا البيجو 208E، كل هدول حقيقة الزوي متفوقة عليهم بمساحات التخزين والمساحات بشكل عام، حتى مو بس مساحات التخزين. مساحة التخزين بالرينو زوي هي 338 لتر، والمقاعد قابلين للطوي، بتصير عندنا المساحة لحدود 1220 لتر على ما أذكر، مساحة كتير جيدة بالنسبة لحجم السيارة يعني حقيقة. طبعا مكان التخزين في غمق ما له فلات، نفس الشيء كمان المقاعد شوي عالية، فعملية دفع الحجم حقائب للأمام لا بدها تكون شوي صعبة. في عنا كمان مشكلة تانية إنه بهذا الطراز الفول أوبشن النظام الصوتي اللي جاي أخذ حجم من المكان التخزين، بالإضافة لوجود كمان الشاحن وكذا، فهدول رح يأخذوا شوي هيك حجم صغير من المساحة، ولكن بشكل عام مقبولة، ما كتير سيمبل، ما في شيء كتير معقد فيها. عنا هيك بس خطافين صغار هون لربط الأمتعة، وعدا ذلك ما في شيء. الشيء مميز بس بالفول اوبشن ريفيرا انه في عنا هون هي القطعة الكروم موجودة مكتوب عليها زوي كمان، بس لتحمي اكتر بدي السيارة وقت ننقل الامتعة للداخل او للخارج، هي ما لها موجودة بالطراز الزين الستاندرد، فهذا الفرق الشاسع الوحيد اللي بيناتهم. Fête du courage, c'est la fête du syndicat. Allons, en garde, allons, allons, allons.
الفرق الكبير بين زوي زين اللي هي ستاندرد والزوي ريفيرا اللي هي فول اوبشن بيبين كثير بالانتيريور ديزاين، لانه الحقيقه في فرق كثير، في فرق بالملمس، في فرق هيك واحد بحس لكشري اكثر. الفرش كله جلد، الماتيريال سوفت جلد وخشب، يعني تصور انه فيها حتى كمان قطعه خشب، شيء جميل. المقود كتير احساسه مختلف حقيقه، بحسسك انه انت راكب شيء لكشري اكثر. حتى شاشه الانفوتيتمنت سيستم بريفيرا بالفول اوبشن بتجي 9.3 انش، بينما بالزين بتجي 7 انش بس. بس بالطرازين في عنا شاشه المعلومات تبع السائق بتجي ديجيتال و10 انش، فهذا الشيء جميل. بدي احكي شوي عن انفوتيتمنت سيستم تبع رينو. كتير نظام سهل، ايقونات كبيره واضحه، فيك تضغطي بس تلاقيها مباشره، نافيجيشن، راديو، ميوزك، كل شيء بدك اياه، تليفون. طبعا كمان في الابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وهذا الشيء بسهل لنا حياتنا تماما. بس نظام لطيف جميل، ما له معقد ابدا. في عنا كمان تحكم بالتكييف وتدفئه المقاعد، كلها عباره عن زرار موجوده برا، وهذا الشيء انا صاير بفضله. عجبني الديزاين تبعهم، هدول هيك ثلاث دائرات وفي حواليهم كروم، فبتتحكم فيهم بالتكييف تبع السياره. حقيقه عاجبني يعني هذا الشكل هيك كله على بعضه عاجبني. نحكي عن البراكتيكاليتي كمان، في اماكن تخزين مثل ما شايفين، في عنا هون هيك مثل رف صغير فينا نحط فيه بعض الغضاض. عنا مكان تخزين هون صغير هيك موجود قدام الجير. طبعا عندنا مأخذين شحن USB موجودين مع مأخذ عادي 12 فولت. عندنا مكان لشحن موبايل وايرلس أسفل الجير. طبعا درج صغير ما له كتير أبدا كبير. دوربينز كمان حجمهم مقبول. بشكل عام الرينو بالزوية عطتني كل شيء أنا بحتاجه لسيارة عصرية، سيارة مدن صغيرة، فأنا ما بحتاج أكثر من هيك حقيقة. فرق جميل، اللي معه أكثر اللي حابب يدفع أكثر. الإحساس بالريفيرا أجمل من إحساس الزين، ولكن الاثنين فيك تمشي فيهم وتشتغل وتعمل اللي بدك إياه. فالشغلة راجعة لكم حبيباتي المشاهدين. مثل ما شايفين الجلوس الخلفي برينو زوي ما له مريح لناس طوله 190، ارجو انه تذكروا طولي. انا حقيقه المقعد شوي قربته كمان لاقدر اساع. مثل ما شايفين الجلوس بحد ذاته ما له مريح، وضعيه الجلوس كونه سيارات الكهرباء موجوده، البطاريه هون اسفل تمام، فبخلي المقعد شوي هيك اعلى. وضعيه الجلوس غير طبيعيه بالنسبه للرجلين. في مكان اقدر نزل فيه رجلي تحت المقعد، يعني هذا الشيء بيعطيني هيك مجال بسيط للراحة. ولكن برجع بقول يعني انا يمكن مالي الستاندرد قيس حالي هون. هاي سيارة ميني هاتشباك صغيرة، فما نتوقع انه نقعد ونتبرطع هيك ورا ونرتاح كتير. جلد موجود وين ما كان، في هيك كواليتي شوي حلوة. على البواب كلها بلاستيك، ما في عنا مشكلة، ما في شيء كتير مميز احكي عنه هون. في عنا بس مخرجين USB للشحن، وهذا شيء جميل. في عنا هون هيك مثل جيب داخل الباب نحط فيه الايباد الموبايل، وموجود فقط بال المقعد المرافق للسائق. مقعد السائق ما عندنا هذا الاوبشن، ما بعرف ليش. الدور بنز كتير صغيره، ما بيسعوا شيء، ما بيسعوا حتى قنينة مي صغيره. المقاعد نفسها جايه 60-40. وبالطراز الفول اوبشن الريفيرا كمان بيجي 3 سندات للرأس. في شغله حلوه كمان هون، انه الارضيه فلات، ما عندنا هون جسر او علوه، ففي حدا يمكن يقعد بالنص يرتاح بالجلوس. طبعا بده يكون حجمه هيك شوي منمنم، ثلاثه هيك مثلي مستحيل يقعدوا هون ورا. خلينا نشوف اذا في هيك نهفات حلوه عند الرينو زوي بتعوضنا خيبه الامل بالجلوس الخلفي. خلينا نشوف. انا تعبت من القعده هون، باي، ما عاد فيني اتحمل. من الشغلات الجميله اللي موفرتها رينو هي الجارنتي. في جارنتي على الزوي، على السياره ككل لمده 5 سنين، وعلى البطاريه لمده 8 سنين. لا خوف بعد اليوم مع الزوي. زي العزيزي المشاهد رقد وجيب وحده. من النهفات الموجوده بالزوي انه بالعلبة السرعه او بالغيار، يمكن ما عندنا الخيار البي مود او الباركينج مود، انه ادي صف السياره وانزل انا، ما له موجود، ما له مكتوبه. عوضا عن ذلك هي موجوده اوتوماتيكي هون لحاله، هو بتفعل النظام وقت انت تطفي السياره وتنزل، وتشتغل السياره وتحط على الدي او الار لحاله كمان بيلغي هذا البي مود، وانت فيك تمشي مباشره.
يعني جميل. الشغلات النهفات الجميلة عند الرينو زوي كمان هو مفتاح. هو مو بس مفتاح شكله هيك مثل الكرت يعني، وشكله جميل، هو مختلف عن أي مفتاح سيارة شفته حقيقة قبل. بس الميزة حقيقة بفتح الباب وتسكير الباب، هن ما في عنا شيء اسمه كيليس، ما عنا شيء موجود بالباب. بالفول أوبشن في عنا كيليس فينا نكبس، بس حقيقة حتى بالستاندرد ليفل المفتاح أنت إذا معك لحال، متى ما قربت على السيارة بتفتح السيارة لحالها، متى ما بعدت عن السيارة بتقفل كل شيء لحالها. شوفوا شلون، هاي بعد وهي قربت. إذا مجرد قربت على السيارة أنا صرت بمدى السيارة، بتفتح السيارة مجرد ما بعدت عنها بتسكر السيارة. ذكية ما شاء الله حولها. الرينو لقيت حل على موضوع شحن السيارة مثل ما حكينا، وحطت الشحن قدام وغطته باللوجو الكبير هاي، فعمليا نحن ما بنحس انه مكان شحن السيارة قدام. هذا شيء جميل. الاجمل انه الرينو زودت الزوي بكل الطرازات بشاحن منزلي سرعته 22 كيلو واط. يا جماعة هاي السرعة اسرع من اي شاحن سيارة كهرباء عادي، عم نحكي بكل المنافسين اسرع من التسلا. يعني الزوي انت عندك ميزة فيها مو موجودة بالتسلا، فلازم تفتخر. 22 كيلو واط، لو عنا نحن علبة شحن موجودة بالبيت 22 كيلو واط، فبدنا بحدود أقل من 3 ساعات لنشحن السيارة بشكل كامل. برافو رينو. من النهفات الموجودة بالزوي كمان عند الرينو، في أبليكيشن موجود بالأبل ستور أو حتى عند الأندرويد، فينا بس نعمله داونلود ونعرف السيارة عليه ونفتحه، ومن خلال الأبليكيشن فيها نعرف كتير معلومات عن السيارة، فيها نعرف قديش عم تشحن، مدى الشحن تبعها، فيها نعرف، فينا كمان نتحكم إذا بدنا بالتكييف تبع السيارة قبل ما نطلع السيارة، نشغل التكييف ونشغل التبريد. فينا كمان نعرف وين السيارة بالضبط، مثل نافيجيشن إذا نحن صافينا بمكان ما بنعرف وينها، ففينا نعرف وين هي محل السيارة ونروح عليها. في معلومات كتير كمان، تفاصيل عن السيارة، موديل وشو جاي فيها، تجهيزات. حقيقة كل هالمعلومات حلوة كتير موجودة، فينا نتحكم فيها من موبايلنا، نعرف كل شيء عنها، حتى طبعا شيء له علاقة بالصيانة وإمتى مواعيد الصيانة وكل هالمواضيع، وحتى حجز إذا بدك موضوع الصيانة، فكله موجود عنا على الموبايل تبعنا، فينا نتحكم فيه بشكل كامل. الشيء اللي بدي أقوله إنه هاي مو ميزة عند الرينو بس، كل السيارات الكهرباء عندها نفس هاي الموضوع. الميزة اللي حسيتها بس هاي بزيادة هي لها علاقة بتجهيزات السيارة، إنه عطيك كل تفاصيل السيارة أكثر من غير أبليكيشنز. هاي هي القصة كلها. هلا انا عم سوق طراز الفول اوبشن ريفيرا، فورا مبين معي انه في فارق بالاداء بينه وبين الستاندرد ليفل زين اللي عندي اياها انا، لانه المحركات غير. يعني هون عندنا محرك 100 كيلو واط بيعطيك قوه 135 حصان، بينما هنيك 80 كيلو واط بيعطينا قوه حصانيه ما يعادل 109 حصان. هل هالشيء كافي بالطراز الستاندرد؟ اي نعم كافي صدقوني، لانه بنرجع بنأكد انه هي سياره مدن، تنقلاتنا داخل مدينة بسرعات واطية، فما في داعي للتجاوزات. على طرق السفر ولا الهاي ويز بحاجة نحن لمحرك أكبر وأقوى، ممكن إيه بقولكم، بس كمان برجع بقولكم أنا بتنقل فيها كتير، وعلى طريق بيتي في هاي ويز وبمشي 110، فما عم أحتاج أكتر من هيك. بس إحساس بهي السيارة أحسن إيه، التسارع بهي السيارة أقوى إيه، لأنه التسارع من الصفر للمية خلال 9.5 ثانية، وهذا الشيء مقبول جدا وجميل. الاستهلاك للطاقة بالسيارتين كاتبين انه طبعا بالستاندرد ليفل اقل، هن حاطين 17.9 يمكن 9 كيلو وات لكل 100 كيلو. انا الحقيقة دائما عندي اقل من هيك مؤشر بالسيارة، حتى بهي السيارة هن كاتبين بحدود 19 كيلو وات لكل 100 كيلو. انا حاليا صلى 3 ايام معي السيارة هي 16.8. في شغلة بدي أقولها كمان، أنماط القيادة هون ما عنا غير يا الإيكو مود يا أما العادي. أنا ما عم سوق على الإيكو مود بنوب، لأنه ما عم حبه، لأنه هيك بتغص السيارة فيه، ما بتعطيك أي نوع من أنواع الطاقة. أنا دائما عم سوقها على العادي لأنه هيك أريح وأسلس، وهذا الشيء استهلاك على القيادة العادية مو قيادة الإيكو. الإيكو بيعطيني مدى أطول لو بدي. الريجنريتيف سيستم عند الرينو واحد بكل الطرازات، واللي هو ستاندر وعادي. هو فقط عندنا بي مود
ضمن الغيار اوبشن فينا نحطه، وهو بيساعد اكيد بتخفيف سرعه السياره، وبيساعد انه يجدد شوي من 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 عمر البطاريه، يعطيها شويه طاقه، ولكن ما بيعطيك لحاله احساس الون بيدل درايف الموجود مثلا عند النيسان ليف او عند غير منافسين. لا ابدا، نحن لازم نستعمل كتير فرامل خصوصا داخل المدن. أنظمة الحماية برينو زوي بالطراز اللي معنا الفول أوبشن بيجي أكتر بشوي. عنا الكاميرا اللي بتتعرف على اللوحات الطرقية وبتقلنا سرعات الطرقات، هي موجودة بالستاندرد ليفل. وهون عنا كمان النظام الكيب إن لين أو الستي إن لين، اللي هو إنه بيخلي السيارة دائما ضمن الحارة أو المسار تبعها، بيرجع السيارة في حال قربنا على الخطوط البيضاء بيرجعها لنص المسار. هذا موجود كمان بالطرازين. الموجود هون زيادة عنا بلاين سبوت، مو موجود هنيك. وعنا كمان نظام الفرامل المساعد أو البريك أسيست، اللي هو عمليا اللي بيرصد الحركة الأجسام اللي قدام السيارة، سيارة أو أي أو مشاة أو بسكليتة أو أي شيء، فعمليا بينبهنا وبيتصرف لحاله في حال نحن ما استجبنا. الكروز كنترول موجود عند الرينو بكل الطرازات، هو عادي القديم، بس يعني بيثبت سرعه وبتمشي، بس ما له ستوب اند جو، فبنحنا بحاجه ندير بالنا ما نعتمد عليه، لانه حكفي ويخبط بالسياره اللي قدامنا. انظمه الامان موجوده اكثر بهي السياره، هي الكاميرا الخلفيه بالستاندرد ليفل بيجي بس فيها حساسات خلفيه، بينما هون بيجي حساسات خلفيه اماميه وكاميرا خلفيه، حقيقه كمان جودتها جيده. في عنا كمان بالسيارتين عنا نظام الصوت المحرك الافتراضي، يلي هو بيعطي صوت للمحرك بالسرعات الخفيفة داخل المدن، بيعطي صوت هيك للسيارة مثل صوت محرك، يعني للمرة اللي ماشيين قدام السيارة أو اللي راكبين بسكليتات ينتبهوا. وحقيقة هو صوت مزعج بس هو أكيد لحماية الناس اللي حوالين السيارة، لأنه بنعرف كنا أنه صوت سيارات الكهرباء صامت جدا، فأفضل يعني. السسبنشن تبعها جيد بالنسبه للمدن، بالنسبه لحجمها ما بتحس هالمشكله، ما بتحس هالدج والتخبيط يعني هيك. طبعا الستيرنج ويل منيح، ما له احسن شيء، بس داخل المدن ممتاز على الطرق السريعه، على الكواع السريعه المنعطفات الطويله والسريعه، يعني بتحس السياره هيك شوي عم تروح وتجي. فبالنسبة لتصميمها هيك الشكل الغريب شوي هو اعلى من الطبيعي، بس حقيقه مش عم نحكي انه مو شغلتها الزوي تعمل سباقات، مو شغلتها تنعطف بطريقه سريعه، شغلتها تضل ماشي بالمدن. فهذا الهدف عملت لي اياه وزياده صدقوني. الرينو عملت شغل كتير حلو بالزوي، طبعا طورتها، كان عندها الوقت الكافي خلال 9 سنين انه توصلنا لنسخه زوي مفيدة جدا، ممتازة جدا، رقم صعب، منافس صعب كتير بالسوق حقيقة يا جماعة. ما في سيارة ميني عندها حجم هاي البطارية حقيقة وعندها هذا المدى. فأنت إذا ساكن بالمدينة أنت بكفيك مرة واحدة تشحن السيارة بالأسبوع، مرة واحدة بس، ما في داعي تشحنها كل يوم. بالإضافة لسعر منافس وقوي، بريفات ليزينج تبعها مثل ما حكينا ببلش من 2500 تقريبا، بالإضافة لدواليب شتوية تأخذ مع العرض، وممكن تعمله 2 أو 3 سنين. فالباكيج كله على بعضه جيد جدا لعائلة صغيرة، لشخص عنده تنقلات ضمن مدينة، حتى إذا حاب يسافر، يعني إنه في عندك مدى مينيموم 250 ل 300 كيلو فيك تسافر فيه، يعني مدن القريبة فيك تغطيها كلها يعني. فالأمور حقيقة باكيج كله ممتاز. أنا أنصح إنه أنتوا إذا بتناسبكم هاي السيارة فورا تروحوا وتدوروا على وكيل الرينو، أو تسألوني إذا بتكون أنا بساعدكم كمان وتجيبوها. أنا عندي هاي السيارة وتجربتي معها جميلة، بتكون ديروا بالكم مثل ما حكينا بحلقة البريفات ليزينج، الشروط والقصص والنصايح. بتمنى منكم ترجعوا تشوفوا الحلقة مرة تانية، وإذا حبيتوا هاي الحلقة حطولي لايك الله يسلم الديات، شكرا كثير لك. عم تشكركم كمان وتقولكم لا تنسوا تعلقوا عليها، هي بسويدي بس انتم ما بتعرفوا يعني، تعلقوا انه شو رايكم بهي السياره
بشكركم كثير، كان معنا اليوم رينو زوي وانا باسم، هذا اي في بالعربي. لا تحرمونا انسكم، خلوكم معنا والله يديمكم ويديم افراحكم، ونشوفكم بالحلقه الجايه ان شاء الله.